مواقف أشعلت السوشيال ميديا بعد عقد قيران أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري. أتمنى أن أحمد يكون زي باباها وأخوها وجوزها. عقد قيران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة كان حديث الناس في السوشيال ميديا كلها ليلة أمس امبارح، وهالشيء إجا قبل أسبوع فقط من دخول ياسمين منافسات الموسم الدرامي برمضان 2020 بمسلسلها فرصة تانية. إنسان يزيد إنسان عشان أنا فعلا نسيت. وعقد القيران تم بالبيت بسبب الأوضاع الحالية، واختارت ياسمين لهاليوم المميز فستان أبيض قصير من تصميم جيفنشي نسقته مع كريستيان لبوتان هيلز. أما الشعر والمكياج فكانوا سيمبل، أما أحمد فاعتمد دارك بلو سوت، وانتشرت صور إله وقت تحضيره للمناسبة. وصور العرسان ملأت السوشيال ميديا ومواقع الأخبار الفنية، والسعادة كانت واضحة على الكل، إلا أنه بعد انتشار الصور اشتعلت السوشيال ميديا بأكثر من موقف وتعليق، منهم الميمز اللي انتشرت على فستان ياسمين اللي يبدو أنه ما حبوا البعض. أما الأوفياء لهيفا وهبي فقارنوا الإسوارة اللي لبستها ياسمين بين إسوارة لبستها هيفا طليقة أبو هشيمة، فقالوا إنهم شبه بعض، وعلقوا إنه أحمد ما عنده غير هالإسوارة بيعطيها لزوجاته. وقبل هذا كله أحد المواقع الفنية المصرية استغرب نفي ياسمين وأحمد لخبر عقد القيران امبارح عصرا، وكتبت الصحفية التي نشرت الخبر على الموقع بوست شرحت فيه ما حصل ووصفته بالكذب. لكن الموقف الأهم فكان بالبوست اللي نشر على صفحة نسبت للدكتور أشرف صبري، قال فيه إنه هو والد ياسمين وبيعلن تبرؤه هو وابنه من بنته ياسمين، واتهمها بإنه أهانت العيلة بتصرفاتها وإنه لم يتم خطبته منه. والمفاجأة الأكبر إنه نفس الصفحة نشرت بوست ثاني فيه تهنئة لياسمين، لكن دكتور أشرف كان له مداخلة هاتفية مع اليوم السابع ليوضح موقفه من بعد هاللغط اللي صار. أنا للأسف طبعاً أنا كنت لازم أروح، بس أنا من الفريق الطبي اللي بيعالج كورونا وخايف عليك، بتمنى لكم كل سعادة وكل خير وحب، والأب دايماً عايز بنته تبقى أحسن واحدة في الدنيا، وأتمنى لها دايماً تبقى أحسن واحدة في الدنيا، وأتمنى إن أحمد يكون زي باباها وأخوها وجوزها ويبقى عينه عليها دايما وتبقى برعايته، ربنا معاهم ووفقهم ان شاء الله.